بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم المعلم عبيدة عرفات ضمن سلسلة برنامج التعليم عن بعد المؤقت لمادة الرياضيات الصف الخامس، اليوم السبت الموافق ل 16 كانون الثاني لعام 2021. بسم الله نبدأ درس اليوم. عنوانه Subtraction of Fractions، طرح الكسور. الأهداف الموجودة من هذا الدرس: At the end of this lesson you will be able to subtract two fractions of common denominator, to subtract two fractions of different denominator, to subtract two fractions in case where one of them is a natural number. رح نبلش بالحالة الأولى. إذا كان عندي two fractions إلو نفس denominator، يعني denominator مشترك. For example عندي 7 over 3 minus 5 over 3. مثل ما ملاحظين عن الدينوميناتورز اللي هدول الكسرين مشتركين اللي هو 3، فإلهم same denominator. بهاي الحالة عملية subtraction بتتم فقط من خلال طرح النوميناتورز مع الإبقاء على الدينوميناتور على حاله. يعني بداية 7 minus 5 بطرح الدينوميناتور من بعض وبخلي الدينوميناتور على حاله. 7 minus 5 equal 2 والدينوميناتور بضل على حاله، فبكون الناتج 2 over 3. نلاحظ انه الدينوميناتور بقي مثل ما هو 3. ناخذ example ثاني. 34 over 100 minus 31 over 100. كمان بنلاحظ هون انه في عندي same denominator اللي هو 100 مشترك للتو fractions. فعملية الطرح بتتم فقط للنوميراتورز، بطرح 34 minus 31 over 100 والناتج بيكون 3 over 100. هاي بالنسبة للحالة الأولى. ننتقل للحالة الثانية. اللي هي subtract fractions with different denominators، لما بيكون في عندي denominators مختلفة غير متشابهة. For example 3 over 4 minus 1 over 3. بنلاحظ انه denominators are different، مانا متساوية او مانا متشابهة. بهاي الحالة انا مضطر ولازم اقوم بعملية توحيد المقامات او ما يسمى ب reduce to the common denominator. توحيد المقامات بننظر للدينومينيتورز الصغير اللي هو 3، بدي اوجد مضاعف او ملتبل لل 3 ولل 4 مشترك للرقمين بحيث يطلع عندي دينومينيتور مشترك. الدينومينيتور المشترك لل 3 وال 4 هو 12. يعني انا اذا قمت بضرب الدينومينيتور اللي هو 3 ب 4 للفراكشن الاول وال 4 للفراكشن الثاني ضربته بال 3 بيطلع عندي ناتج دينوميناتور مشترك اللي هو 12. بس ما بنسى انا لازم اضرب النوميناتورز والدينوميناتورز بنفس النمبر. يعني لما بضرب ال 3 اوفر 4 بال 3 بضرب النوميناتور بضرب الدينوميناتور، فراح يطلع عندي 3 تايمز 3 9 و 3 تايمز 4 12 ماينس بالنسبه للفراكشن الثاني 4 times 1 4 و 4 times 3 12. بنلاحظ طلع عندي denominator مشترك اللي هو 12. فبرجع للحالة الأولى، بطرح فقط النوميراتورز مع الإبقاء على الدينوميناتور على نفسه، فصار عندي 9 minus 4 equal 5 over 12. عندي example تاني هون عم يقول لي calculate 8 over 5 minus 2 over 15. بنلاحظ انه ال 5 وال 15 هن دينوميناتورز غير متشابهه مختلفه. فهلا بدي اعمل توحيد للمقامات reduce to the common denominator. بنلاحظ ال 15 هي ملتبل لل 5، يعني هي من مضاعفات ال 5، وبالتالي انا اذا ضربت الفراكشن 8 over 5 بنمبر رح يطلع عندي 15 واللي هو 3. يعني انا هلا رح اقوم بضرب الـ fraction 8 over 5 بـ 3 يطلع عندي fraction denominator تبعه 15. ما بنسى انه بضرب النوميناتور والدينوميناتور،
هلا بنضرب مع بعض 3 times 8 over 3 times 5 minus، والفراكشن الثاني بضربه ب 1 او ما بضربه بشيء لانه هذا راح يضل على نفسه. انا بدي احصل على الدينومينيتور المشترك اللي هو 15، وبالتالي الفراكشن الثاني حيبقى مثل ما هو. نضرب مع بعض 3 times 8 24، 3 times 5 15 minus 1 times 2 2 1 times 15 15. هلا صار عندي common denominator اللي هو 15، وبالتالي فقط بقوم بعملية الطرح للنوميريتورز 24 minus 2 equal 22 over 15، وهيك بنكون عملنا عملية الطرح لتو fractions. ننتقل للحالة الثالثة لما بيكون في عندي two fractions one of them is a natural number، يعني هني عبارة عن عدد صحيح minus fraction أو بالعكس fraction minus عدد صحيح. For example عندي 2 minus 1 over 5، بنلاحظ 2 هو عدد صحيح يعني ما هو fraction، بس أنا رح أقوم باعتبار أنه 2 هو fraction عبارة عن fraction denominator تبعه 1، فبالتالي صار عندي 2 fractions with different denominators، يعني 2 over 1 minus 1 over 5 هن عبارة عن two fractions with different denominators مع denominators مختلفة، وبالتالي برجع للحالة الثانية اللي هي reduce to common denominator توحيد المقامات. بنلاحظ انه ال 5 هي multiple of course لل 1، وبالتالي انا اذا بدي اساويها 5 فقط بضرب ال fraction 2 over 5 ب 5، وال fraction 1 over 5 بيبقى على حاله. نضرب مع بعض 5 times 2 over 5 times 1 minus 1 over 5. 5 times 2 10, 5 times 1 5. صار عندي two fractions اللي هو نفس الدينومينيتور اللي هو 5 مشترك. بطرح طرح عادي مثل ما تعلمنا فقط للنوميريتورز مع ابقاء الدينومينيتور 5 على حاله. 10 minus 1 equal 9 over 5. ناخذ example ثاني. I'll calculate 15 over 5 over 4 minus 3. نعتبر انه ال 3 اللي هو natural number، نعتبر انه هو fraction denominator تبعه 1، وبالتالي صار عندي two fractions هن 15 over 4 minus 3 over 1. بنلاحظ انه عندي two fractions لهم denominators مختلفين، وبالتالي بدي اقوم بعملية توحيد للمقامات reduce to common denominator. ال 1 نقوم بضربها اكيد ب 4 حتى تصير مثل الفراكشنز الثاني. نقوم بضرب النيوميريتور والدينومينيتور، بصير عندي 15 over 4 minus 3 times 4 over 1 times 4. 15 over 4 minus 3 times 4 12. 1 over 4 1 times 4 equal 4. صار عندي 2 denominators إلو نفس الدين 2 fractions إلو نفس الدينومينيتور. نقوم بعملية الطرح مثل ما تعلمنا فقط للنوميريتورز، يعني 15 minus 12 equal 3 over 4. وهيك بنكون خلصنا شرح درس ال subtraction of fractions. وناخذ وظيفة homework exercises 1 2 3 4 و 5 page 101. شكرا لحسن استماعكم، بتمنى لكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما نختم بنعمل مثل مراجعة سريعة للأفكار اللي حكينا عنها. في حالة عندي two fractions إلون same denominator إلون نفس ال denominator، فقط بقوم بعملية طرح لل numerators من بعضهم مع الإبقاء على ال denominator على حاله تماما، يعني ما بقوم بطرح denominators من بعضهم، فقط بقوم بطرح ال numerators 7 minus 5 equal 2، بضل عندي ال denominator بشكل بنفسه على حاله. الحالة الثانية إذا كان عندي two different denominators، عندي
denominators مختلفة بقوم بعملية reduce to the common denominator توحيد للمقامات. يعني بشوف أنا ال 3 كيف بساوية مثلا 4 أو كيف بدي أشوف 2 multiple مضاعف مشترك للرقمين هدول بحيث يصيروا مثل بعضهم. أنا هدفي أوصل لمقام مشترك أو denominator مشترك. مثل هون عندي 5 وعندي 15. أنا ال 5 فينا يساويها 15 إذا ضربتها بال 3، تمام؟ ضربناها بال 3 مشان نصير 15، وبالتالي حصلنا على denominator مشترك اللي هو 15. وقمنا بالأخير بطرح النيوميريتورز من بعض. الحالة الثالثة كان عندي natural number عدد صحيح ناقص أو طرح عدد كسري fraction. اعتبرنا هذا العدد الصحيح الناتشورال نمبر اعتبرناه هو فراكشن الدينوميتر تبعه 1، وبالتالي صار عندي 2 فراكشنز لهم دينوميتر مختلف. بنرجع بنوحدهم نعمل توحيد المقامات مثل ما تعلمنا، نضرب ال1 ب5 لتصير مثل هذا الفراكشن 5، وبصير عندي 2 دينوميتورز كومن دينوميتورز. بطرح عمليه، العمليه بتصير مثل العمليه الاولى 10 minus 1 over equal 9 over 5. بالنهاية في عنا homework واجب منزلي، عنا تمارين exercises 1 2 3 4 5 page 101 بكتاب الرياضيات للصف الخامس. شكرا لاستماعكم، واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.